أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى جلسة الأعمال على الهواء مباشرة ومتابعة مفصلة لأبرز الأحداث الاقتصادية على المستوى المحلي والمستوى أيضا الخليجي والمستوى أيضا العالمي برفقة الزميلة نادين البيطار. صباح الخير نادين. صباح الخير مروان، وصباح الخير لكل مشاهدينا في هذه الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع من برنامج جلسة الأعمال. بدايتنا إن شاء الله من إطلاق جهاز التخطيط والإحصاء النسخة الثانية من بوابة قطر للبيانات المفتوحة، وهي عبارة عن منصة وطنية للبيانات والمعلومات المفتوحة تم بناؤها وفقا للمعايير الدولية. تتكون بوابة قطر من عدد من الموضوعات كالسكان والأسعار والتجارة والبيئة والطاقة والاقتصاد وغيرها من الموضوعات، كما تحتوي حاليا على بيانات تفصيلية مشتملة على السنوات الخمس الماضية مصنفة وفقا لعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية الوطنية. وفي موضوعنا الثاني، كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع أعداد المسافرين في شهر يونيو الماضي بنحو 20.3% على أساس سنوي، في حين بلغ عدد المسافرين من خلال خدمات النقل الجوي خلال يونيو الماضي 3,740,000 مسافر، وهو أعلى مستوى منذ انطلاق العمليات التشغيلية في مطاري حمد والدوحة الدوليين. اليوم نبحث في هذه الأرقام فضلا عن موضوع آخر، وهو وجهات السفر التي يفضلها القطريون والمقيمون هذا العام والأسباب التي تجعل من بعض الوجهات محط جذب كبير. وفي موضوعنا الثالث مشاهدي الكرام، سنتابع وإياكم إعلان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق 5.25% إلى 5.5% في إطار مساعيه لمكافحة التضخم، وهي أعلى نسبة في أسعار الفائدة خلال 22 عاما. كما سنرصد قرارات مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة تبعا للقرار الأمريكي وتبعات ذلك على النمو الاقتصادي لمؤشرات الدولة ومعدلات التضخم. وفي قصتنا الرابعة سنذهب بكم إلى بورصة قطر ومتابعة لنتائج الشركات القطرية في البورصة عن فترة النصف الأول من العام الجاري وآخرها شركات التحويلية وفودافون وبنك الدوحة وبروا العقارية والمتحدة للتنمية. اليوم نتابع مدى تأثر الأسهم مع الشركات المعلنة، فضلا عن نظرة سريعة على آخر أسعار الشركات وأداء المؤشر العام. وفي موضوعنا الأخير سنسلط الضوء على موجة الحر التي يشهدها العالم والخسائر المحتملة والكبيرة التي تتكبدها الكثير من الدول جراء التغييرات المناخية. قطاعات عديدة معرضة لمخاطر كبرى، منها القطاع الزراعي والتأثير على إنتاجية المحاصيل، وأيضا تأثيرات كبيرة أيضا على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع فاتورة الاستهلاك استهلاك الكهرباء، وبالتالي أزمات في توفير الكهرباء كما حصل في مصر واليونان ومالطا. إذن مروان ومشاهدينا الكرام، كل هذه المواضيع سنبحثها بإذن الله في جلسة الأعمال لهذا الصباح. بعد الفاصل سنعود لكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أطلق جهاز التخطيط والإحصاء النسخة الثانية من بوابة قطر للبيانات المفتوحة، وهي عبارة عن منصة وطنية للبيانات والمعلومات المفتوحة تم بناؤها وفقا للمعايير الدولية. وأفاد بيان للجهاز بأن هذه البوابة
أعدت النسخة الأولى منها أو أعدت في العام 2019 من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنذ بداية العام 23 تمت عملية انتقال مسؤولية تشغيل وإدارة البوابة إلى جهاز التخطيط والإحصاء. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نشرك معنا عبر الهاتف السيدة دانا أحمد السالم، رئيس قسم النظم والبرامج في جهاز التخطيط والإحصاء. مرحبا ضيفتنا الكريمة. أبرز ما ستضمه النسخة الثانية من بوابة قطر للبيانات المفتوحة وأبرز الموضوعات الإحصائية التي ستستعرضها. في البداية أود أن أشكر تلفزيون قطر على استضافتنا للحديث عن هذا الموضوع الهام، وهو بوابة قطر للبيانات المفتوحة. فمنذ استلام إدارة بوابة قطر للبيانات المفتوحة فعليا مع بداية هذا العام، قام جهاز التخطيط والإحصاء بإثراء البوابة، وذلك بإضافة السلاسل الزمنية ببيانات نشاط قطر إحصاءات شهريا. وهذه البيانات عبارة عن بيانات منشورة للجمهور، تم إعادة صياغتها بصيغة متوافقة مع معايير البيانات المفتوحة، وتغطي هذه السلسلة جميع البيانات من سنة 2018 حتى 2023، وجاري العمل حاليا على تحديثها بصورة شهرية. أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال عن أبرز المواضيع الإحصائية، تحتوي بوابة قطر البيانات المفتوحة على عدد من المواضيع الإحصائية الهامة، مثل المواضيع المتعلقة بالسكان والإحصاءات الحيوية والتجارة الخارجية والسياحة وغيرها من المواضيع. نعم سيدة دانا، ما هو المقصود بالبيانات المفتوحة، وهل هناك تداخل في استخدامها مع البيانات الخاصة وغيرها؟ المقصود بالبيانات المفتوحة هنا هي بيانات متاحة للجمهور لاستخدامها وإعادة استخدامها بدون تكلفة مالية ولأي غرض بما فيها الأغراض التجارية. ويعني هذا أن الموقع قد ينشر أي من البيانات كبيانات مفتوحة مثل الإحصائيات ومعلومات الطقس وبيانات المواصلات العامة أو أي بيانات أخرى تجمعها الهيئات والجهات الحكومية أو تقوم بإعدادها. أما عن البيانات الخاصة فلن يتم نشر معلومات خاصة أو سرية على أنها بيانات مفتوحة. أهمية بوابة قطر للبيانات المفتوحة والقطاعات الأكثر استفادة منها؟ كما تعلمون يعني تعد البيانات المعلومات الحكومية المصنفة موردا هاما للبيانات المفتوحة، وإتاحة هذه البيانات للجمهور عبر البوابة تعتبر أساساً ضرورياً لبناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة. ويعد القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديمي بالإضافة للباحثين ورواد الأعمال من أبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من البيانات المتاحة في البوابة، إضافة إلى إمكانية استعانة الجهات الخارجية والمنظمات الدولية ببيانات البوابة لاحتساب بعض المؤشرات الخاصة بالدولة. يعني سيدة دانا، تم هذا العام انتقال مسؤولية تشغيل وإدارة البوابة إلى جهاز التخطيط والإحصاء. ما هي أبرز الاختلافات التي ستحملها نسخة هذا العام على النسخة السابقة التي أدارتها وزارة الاتصالات سابقا؟ عند إطلاق البوابة في عام 2019 قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع حجر الأساس للبوابة والبدء بتشغيلها وتهيئة البنية التحتية لها، ويأتي دور جهاز التخطيط مكملا لما تم إنجازه، وذلك بإثراء البوابة بما يصدره الجهاز من نشرات وبيانات إحصائية مصنفة بأنها مفتوحة، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع الجهات الحكومية لنشر بياناتهم المصنفة كبيانات مفتوحة أيضا، وذلك عن طريق البوابة، نشرها عن طريق البوابة. ما هي أهمية التعاون ما بين جهاز التخطيط والإحصاء وما بين الشركاء من الوزارات والأجهزة الحكومية لضمان نجاح عمل المنصة؟
على الرغم من أن الجهاز يعني مسؤول عن إدارة البوابة وتحديثها، إلا أن العمل مع الشركاء في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يضمن نجاح عمل هذه المنصة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. حالياً جاري العمل على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية من أجل الاتفاق على آلية لرفع بيانات المفتوحة وبصورة دورية. ما الذي يطمح الجهاز لتحقيقه من خلال تطوير عمل المنصة؟ وهل سنشهد تغييرات على صعيد فترات تحديث البيانات وكذلك آلية استعراضها مستقبلاً؟ أشكركم على طرح هذا السؤال الهام. الإجابة عليه أود أن أشير هنا إلى أن الجهاز يطمح إلى استدامة تحديث بوابة قطر البيانات المفتوحة والعمل مع الشركاء لتحديث المحتويات بإضافة المزيد من البيانات المصنفة الصالحة للنشر والرسومات البيانية والجغرافية وغيرها، وذلك بصورة دورية. حاليا تحتوي البوابة على بيانات تفصيلية مشتملة على السنوات الخمس الماضية ومصنفة وفقا لعدد من المواضيع ذات العلاقة بالتنمية الوطنية. أما فيما يخص سؤالكم عن التغييرات، نعم ستكون هناك تغييرات في المستقبل، حيث يسعى الجهاز إلى الاستفادة من كل التحديثات التي تطرأ على آلية نشر البيانات المفتوحة مستقبلا، ومواكبة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي. نعم واضح. السيدة دانا أحمد السالم، رئيس قسم النظم والبرامج في جهاز التخطيط والإحصاء، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. في موضوعنا التالي، كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع أعداد المسافرين في شهر يونيو الماضي بنحو 20.3% على أساس سنوي، في حين بلغ عدد المسافرين من خلال خدمات النقل الجوي في قطر خلال يونيو الماضي 3,740,000 مسافر، وهو أعلى مستوى منذ انطلاق العمليات التشغيلية في مطاري حمد والدوحة الدوليين. استخدام الأنظمة والتقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال الملاحة الجوية ومواكبة احتياجات زيادة الطاقة الاستيعابية في حركة الطيران ساهم في تسجيل مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي أرقاما قياسية في أعداد المسافرين، حيث أظهرت البيانات الرسمية استقبال 3,737,572 راكباً، بارتفاع نسبته 20.3% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة ب 3,105,978 راكبا في يونيو من العام الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق في أعداد المسافرين المسجلة في شهر يونيو منذ بدء العمليات التشغيلية في المطارين.
هيئة الطيران المدني التي أصدرت هذه البيانات كشفت عن ارتفاع حركة الطائرات بنسبة تجاوزت 15% خلال يونيو الماضي عبر تسجيل 20,891 حركة طيران مقارنة ب 18,155 حركة في الشهر المقابل له من عام 2022، فيما تم استقبال 195,029 طنًا خلال يونيو الماضي. وارتفع عدد الشركات العاملة في المطار في نهاية العام الماضي إلى 44 شركة، حيث يقدم المطار حاليًا رحلات إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. وخلال العام الحالي باشر مطار حمد الدولي المرحلة باء من خطته للتوسعة في شهر يناير الماضي، ما يزيد من طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 70 مليون مسافر، وبناء ساحتي التقاء جديدتين داخل المبنى الحالي. وعلى صعيد التصنيف والجوائز، فقد حصل مطار حمد الدولي على تصنيف ثاني أفضل مطار في العالم ضمن حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية 2023، كما حاز المطار جائزة أفضل مطار للتسوق في العالم وأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة التاسعة على التوالي. ويواصل مطار حمد الدولي نموه وربط المسافرين العالميين من خلال مبانيه ذات المستوى العالمي، يستفيد منها المسافرون والشركات على حد سواء. وفي موضوع ذي صلة، أبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية شراكة تجارية مع الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الأيبيرية ناقلتين الوطنيتين لكل من المملكة المتحدة وإسبانيا في أضخم تحالف عمليات مشتركة بين شركات الطيران. وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن انضمام الخطوط الجوية الأيبيرية اعتبارا من شهر يوليو الجاري للتحالف القائم أصلا بين الخطوط القطرية والخطوط البريطانية سيعزز خيارات السفر أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم عبر الدوحة، لندن ومدريد. وتبقى لاتفاقية الأعمال المشتركة بين شركات الطيران الثلاث، من المقرر أن تعزز الخطوط الجوية الأيبيرية من خدماتها الجوية عبر مقر عملياتها مطار مدريد باراخاس الدولي من خلال إطلاق رحلة يومياً إلى مطار حمد الدولي ابتداء من 11 من ديسمبر المقبل، ليتمكن المسافرون من مواصلة رحلاتهم إلى أكثر من 200 وجهة على متن ثلاث شركات طيران عالمية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد أيمن القدوة الخبير السياحي. صباح الخير سيد أيمن، بداية قراءتك لهذا الارتفاع القياسي لأعداد المسافرين عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين وأسباب هذا الارتفاع. أسعد الله صباحك أخت نادين وصباح المشاهدين. بكل أمانة ومصداقية ومهنية، نحن في قطاع السفر والسياحة كمراقبين وخبراء لم نستغرب هذه الأرقام القياسية التي تحققها منظومة السفر والسياحة بجميع قطاعاتها في دولة قطر ابتداء من العام 2022 واستمراريتها في العام 2023. فنمو أعداد المسافرين في يونيو إلى أكثر من 3,700,000 مسافر بنمو على أساس شهري 20%، وبنمو في النصف الأول من العام 2023 بأكثر من 33%، والوصول إلى حوالي أكثر من 20 مليون مسافر مقارنة بالنصف الأول من 2022 حيث حققنا 15 مليون مسافر. واستمرار الأرقام القياسية كذلك على مستوى أعداد الزوار الدوليين 2,054,000 زائر دولي في النصف الأول من عام 2023، وهي ضعف مستويات عام 2019 اللي هي مستويات ما قبل الجائحة. وكذلك استطاع قطاع الضيافة تحقيق رقم قياسي آخر، وهو بيع أكثر من 3,700,000 ليلة فندقية في النصف الأول من عام 2023، وبنمو
على أساس شهري قدره تقريبا بين 18 إلى 20%. طبعا الأسباب عديدة أخت نادين، لكن إحنا من وجهة نظري المتواضعة أهم تلك الأسباب هي إدراك القيادة الرشيدة في دولة قطر منذ أمد بعيد أهمية الاستثمار في قطاعات أخرى بعيدة عن النفط والغاز لتنويع الاقتصاد، لزيادة الدخل، وكذلك لخلق اقتصاد مستدام. هذا بالإضافة إلى تركيز استراتيجيات قطر للسياحة الثلاث الأساسية بالمنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. الدور التي تلعبه الخطوط القطرية دور محوري ومفصلي ومهم جدا، التوسع الأفقي والعمودي في وجهاتها، تحقيقها إلى أرباح قياسية لمدة سنتين متتاليتين في العام الماضي والعام الحالي وصلت إلى 4.4 مليار ريال قطري. طبعا ما يميز هذه الأرقام التطور الكبير في التأشيرات السياحية منصة هيا، وكذلك أكثر من 95 جنسية تأشيرة سياحية فورية مجانية عبر منافذ الدولة. طيب هذه الأرقام سيد أيمن تعطي أيضا إشارات على الحجم الكبير للمسافرين سواء كانوا مسافري ترانزيت أو دخلوا الدولة بالفعل، لابد من استغلال وجود هذا الكم الكبير من الزوار الذين جاءوا من خلال مطار حمد لخدمة أيضا قطاع السياحة والسفر كما يحصل في دول أخرى، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، وهذا هو ما يحدث الآن على أرض الواقع. لابد من الإشارة أخت نادين أن قطاع السياحة حسب صندوق النقد الدولي هو قطاع مهم ورافد مهم لأكثر من 80 قطاع اقتصادي مختلف. فاليوم احنا من اهم يعني الذي يحدث على ارض الواقع هذا التعاون الذي يشار له بالبنان بين مطار حمد الدولي، الخطوط القطرية، قطر السياحة، وزارة المواصلات، الطيران المدني، وزارة الداخلية في تطوير وتحديث التأشيرات السياحية. اليوم احنا في هناك تأشيرة للركاب الترانزيت إجابة لسؤالك 96 ساعة يمكنهم التوقف في دولة قطر والاستمتاع في البرامج والفعاليات المختلفة في مراكز الدولة. نعم، الخطوط الجوية القطرية وقعت اتفاقية شراكة مع الخطوط البريطانية والخطوط الأيبرية، أهمية هذه الاتفاقية برأيك في تعزيز خيارات السفر أمام المسافرين؟ سؤال مهم جدا أخت نادين، خصوصا أن لما نتكلم إحنا على التحالفات طبعا الخطوط القطرية لاعب دولي مهم في إحدى أكبر التحالفات وهي تحالف ون وورلد. اللي يميز تحالف ون وورلد اللي انطلق في العام 1999 وعدد أعضائه 14 شركة طيران، شركات الطيران الموجودة في هذا التحالف من العيار والوزن الثقيل. طبعا هناك في تحالف ستار ألاينس وتحالف سكاي تايم. اليوم هذا التعاون بين الخطوط القطرية والخطوط الأيبيرية والخطوط البريطانية وكذلك خطوط أخرى مثل الخطوط الملكية الأردنية والملكية المغربية سوف يكون من صالح الجميع، جميع الشركاء سواء كشركاء اللي هم شركات الطيران وما يتعلق في منظومة السفر والسياحة، وسيعود بالفائدة أكثر شيء على عموم شرائح الزبائن من الركاب في مختلف البلدان بتوفير وجهات أكثر وبعروض أكثر وبمرونة أكثر. نعم، اليوم في فصل الصيف سيد أيمن مع ارتفاع أعداد المسافرين، ما هي وجهات السفر الأكثر طلبا من قبل المواطنين والمقيمين؟ ما شاهدناه وما رأيناه حاليا هي تركيا، في وجهة تركيا في المقام الأول، وقامت الخطوط القطرية مشكورة بالترتيب المبكر لفصل الصيف. هناك أكثر من 58 رحلة أسبوعية ليس لمطار إسطنبول أو صبيحة أو أنقرة بل لمطارات أخرى من المنتجعات السياحية والمدن السياحية، طرابزون، أنطاكيا، بودروم وأدنا، طبعا بالإضافة إلى الوجهات الأوروبية الأخرى مثل المملكة المتحدة، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا. لكن المختلف هذا اليوم في المشهد السياحي في فصل الصيف هو عودة وجهات
سياحية آسيوية للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مثل وجهات تايلاند وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة، وكذلك عودة إلى الساحة للمشهد السياحي في فصل الصيف وجهات خليجية مثل وجهة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. نعم السيد أيمن القدوة الخبير السياحي، كنت معنا مباشرة من استوديوهات برنامج جلسة الأعمال، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر مشاهدي الكرام، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق 5.25% إلى 5.5% في إطار مساعيه لمكافحة التضخم، وهي أعلى نسبة في أسعار الفائدة خلال 22 عاما. ويبقي مسؤولو الفيدرالي الأمريكي خياراتهم مفتوحة، إما لرفع مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر أو التوقف مؤقتا أو تخطي الزيادة اعتمادا على البيانات الواردة. وسجل التضخم مجددا تباطؤا قويا في الولايات المتحدة في يونيو الماضي عند 3% بوتيرة سنوية، ويكون بهذا قد بلغ أدنى مستوى له منذ مارس من العام 21، لكنه ما زال أعلى من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي وفقا لأرقام نشرتها وزارة العمل الأسبوع الماضي. إلى ذلك أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75%. وأضاف المصرف أنه قد قرر كذلك رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 6.25%، كما قرر رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 6%. وأوضح المصرف أن قرار رفع سعر الفائدة سيدخل حيز التنفيذ بداية من هذا اليوم. تفاصيل أوفى مشاهدي الكرام، نشرك معنا الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، ونشرك معنا من لندن السيد أنور القاسم الخبير الاقتصادي. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. أبدأ معك الدكتور عبد الله، بعد رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة، ما هو المشهد القادم على صعيد النمو الاقتصادي في قطر، المعدلات التضخم وأيضا سياسات التمويل والإقراض بالنسبة للبنوك المحلية؟ بطبيعة الحال اللي راح نشوفه استمرار النمو الاقتصادي 25 نقطة أساس قد لا يعني تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وعلى النمو الاقتصادي، ولكن لابد أيضا من النظر لمعدلات التضخم، وكان حديثنا بالأمس عن الحقيقة الاتجاه معدلات التضخم للانحدار، ولذلك أيضا ما رأيناه في قطر سبق هذا المستوى من التراجع في معدلات التضخم. بالنسبة لقطر التضخم الآن معدل التضخم قريب 2.6،
وهذا يعتبر مستويات حميدة بشكل عام. إذا الحقيقة رفع أسعار الفائدة وهذا هاجسنا كاقتصاديين وماليين، الحقيقة إلى أي مدى بإمكان السياسة النقدية المواكبة ما بين الاقتصاد الأمريكي البعيد والمختلف تماماً والاقتصادات الخليجية، لذلك عودة يمكن للتفكير في العملة الموحدة لاستقلالية أيضاً السياسة النقدية خاصة في المنطقة، خاصة أن حديثنا آخر الحديث الاقتصاد الخليجي الآن على أكثر من 2.2 تريليون، إذا أضفت لها الصناديق السيادية أيضاً على قريبة على المستوى 2 تريليون، نتكلم عن اقتصادات في المنطقة الآن تبلغ في حجمها إلى 4.5 يمكن تريليون دولار. إذن نرى هناك في الجانب السياسي استقلالية ومدى المكاسب اللي اكتسبتها المنطقة، هل الآن أيضاً استقلالية الجانب الاقتصادي والمالي أصبحت الحقيقة حاضرة بالنسبة للمنطقة وبالنسبة خاصة لمنطقة الخليج؟ إذن هذا المستوى من أسعار الفائدة خاصة في تطلعنا للنمو خلال المرحلة القادمة قد لا يكون هو الأفضل، ولكن بسبب ارتباط العملة القطرية بالدولار بشكل مؤثر يدفع المصارف المركزية كلها في المنطقة الحقيقة لمخاوف المضاربة على العملات. لاحظنا أنه خلال الأزمات هذه وخلال ما مر المرحلة الماضية الاقتصاد القطري مستقر وثابت، العملة أيضا ثابتة خلال هذه المراحل، أيضا معدلات التضخم مثل ما قلنا في مستويات تعتبر جيدة. إذن الحقيقة الاقتصاد القطري بالخصوص والاقتصاد الخليجي في أوضاع جدا مناسبة لأنه يتمكن من النمو خلال المرحلة القادمة. الآن حديث باول أمس أيضا كان عن حسب حديثنا آخر مرة قد تكون هذه آخر رفعة بالنسبة للفيدرالي وهي 25 نقطة أساس، والآن بدأ حديثه أيضا هو في حديثه قال أنه أيضا معدلات التضخم أصبحت متراجعة، ولذلك السؤال أيضا هل كان مناسب بالنسبة للمصرف المركزي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مرحلة تراجع فيها التضخم من 9 وشوية إلى 3%، تراجع كبير استمر، يبدو أنه تحت ضغوط أيضا السوق لأن السوق كانت متوقعة أنه يرفع ولم يستطع يبدو مقاومة هذا، ولكن في حديثه ما بعد الجلسة وما بعد رفع أسعار الفائدة تحدث أنه الآن راح يكون المصرف المركزي الأمريكي أيضا يتابع النشاط الاقتصادي والمؤشرات ومن ثم سيأخذ خطوات، يعني يبدو أنه يلمح أنه هذا آخر رفع أيضا بالنسبة للفيدرالي. ولذلك في العموم نحن ما بعد تقريبا الارتفاعات في أسعار الفائدة، ولكن مثل ما قلنا أيضا يظل يمكن تكون أسعار الفائدة الآن في المنطقة أعلى بقليل من ما تتطلبه الحقيقة يتطلبه الواقع الاقتصادي والنقدي في الاقتصاد القطري والخليجي. نعم، ننتقل إلى لندن والسيد أنور القاسم. السيد أنور، بعد هذا الرفع كما كان متوقعا ما تبعات ذلك على نسب النمو وأيضا معدلات التضخم على صعيد الاقتصاد الأمريكي والأوروبي؟ يعني هي خطوة محمودة حقيقة للسيطرة على التضخم، هذا واضح بشكل كبير. الولايات المتحدة قادت تجربة ناجحة جدا حينما خفضت إلى 3% نسبة التضخم، بينما إذا قارنا الولايات المتحدة بباقي دول العالم الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، مثل اليابان، الصين، مثل بريطانيا، المملكة المتحدة، فنرى أنها نجحت بشكل كبير. طبعا هذه أخبار جيدة جدا للاقتصاد الأمريكي. طبعا الاحتمال لازال واردا كما قال محافظ الفيدرالي الأمريكي لزيادة مقبلة كي تصل نسبة التضخم فقط إلى 2% وقد تنزل حتى عن 2%، يعني الاتجاه الذي يعتمده البنك الفيدرالي اتجاه أثبت نجاعته. لكن
على المستوى الدولي واضح أيضا، مثلا أوروبا اليوم الجميع ينتظر ما سيتحدث، ما سيخرج به البنك المركزي الأوروبي، هل سيخفض الفائدة كما فعلت الولايات المتحدة. طبعا معظم اقتصادات العالم كانت تترقب هذا القرار الأمريكي الهام، الاقتصادي الهام، كي تتخذ قرارات أيضا مشابهة. الآن لاحظ مثلا الاتجاه على مستوى كل الاقتصادات دون استثناء يعني الكبرى ستخطو ربما خطوة تشابه تماما الخطوة الأمريكية، لكن لاحظ مثلا نسبة التضخم في الولايات المتحدة، نحن نتحدث عن 3% وقد تصبح أقل من 2% إذا استمر هذا التراجع، حين يعني مثلا الانخفاض بلغ نقطة كاملة في شهر يونيو حزيران، وهذه نقطة تحسب للاقتصاد الأمريكي، بينما لا زالت الاقتصاد الأوروبي أيضا سجل انخفاضا في التضخم، لكن لا زال الطريق طويلا كي يصل إلى نسبة الاثنين المستهدفة 2%، بينما هنا مثلا في بريطانيا لاحظ انخفض التضخم من 11% وصل الآن إلى حدود 7%، لا زال مرتفعا جدا، يعني هدف البنك المركزي البريطاني لا زال بعيدا جدا. هذه الخطوة طبعا هي جيدة للسيطرة على التضخم، لكن هناك مخاوف أخرى. طبعا الولايات المتحدة يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة أن يعني رفع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير على 3 بنوك رئيسية انهارت بسبب طبعا الرهون العقارية. الآن هناك يعني قد يكون هناك أثر سلبي رفع الفائدة على الاقتراض الاستدانة، سواء بالنسبة للشركات الخاصة أو بالنسبة للشركات التي تتعاطى مع قطاع البناء وقطاع المساكن في الولايات المتحدة. لكن بشكل عام هذه الخطوة حقيقة كانت لازمة جدا. لاحظ مثلا تحرك الأسواق الدولية نتيجة هذه الخطوة، مثلا لاحظ مثلا داو جونز يعني 13 جلسة من الارتفاع هذا اليوم، إذا حقق هذا اليوم ارتفاعا ل 14 يوم فسيكون يعني هو الأعلى منذ 126 عاما. طبعا هذه أخبار جيدة للأسواق، لكن دعنا ننتظر لنرى رد الأسواق الرئيسية، سواء بالنسبة لليابان مثلا، بالنسبة للصين، بالنسبة هنا اليوم في وقت لاحق للاتحاد الأوروبي، أو بالنسبة أيضا للاجتماع المقبل للمملكة المتحدة للبنك المركزي البريطاني. نعم دكتور الخاطر، بعض الأسواق استقبلت الأمر على غير عادتها، كما كان الرفع خلال المرات السابقة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، استقبلت الأمر بإيجابية على اعتبار أن هناك تلميحات بأنه لربما يكون هو الرفع الأخير بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. هل فعلا تتوقع أن يكون اجتماع سبتمبر القادم هو الأخير لربما في نية الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة؟ في اعتقادي أنه هذا آخر رفع الحقيقة. كان الرفعات في الماضي كان لها آثار جدا سلبية على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، فشل كثير وإفلاس كثير من الشركات، وتراجع أيضا بالنسبة للنمو الاقتصادي، وإشكالات بسبب رفع تكلفة الاقتراض بشكل عام. إذن واضح الحقيقة أيضا أنه المصرف المركزي تعامل مع أهم عنصر، وهو عنصر توقعات ارتفاع معدلات التضخم أو ما يسمى بالإنفليشن إكسبكتيشن. هذا كان من أهم العوامل على أساس أنه المنتجين والمستهلكين والكل يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك يعد لمثل هذا. الآن ورؤية معدلات التضخم في تراجع، وتراجع سريع، يبدو واضح أنه المنحنى أصبح الحقيقة على منحدر، والمنحدر هذا الحقيقة يخيف كثير من الاقتصاديين، أنه إذا استمر هذا، وأيضا حتى الغاية المطلقة عند اليوم المصرف المركزي الفيدرالي وهي 2% بعد ما وصلنا إلى 3%، رؤية مدى استمرار هذا الانحدار الحقيقة يجعل من المتوقع أنه هذا الانحدار يستمر. فالرجوع إلى أيضا السوق ورفع أسعار الفائدة قد يجعل من هذا مخاوف الآن بالنسبة إما للركود الاقتصادي
أو أيضا لموضوع تراجع يصبح تضخم سلبي خلال المرحلة القادمة، وهذا راح يكون أخطر أيضا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي. لذلك من المحتمل يعني خلال الأرقام القادمة، وإذا نظرنا إلى أنه أيضا هناك تراجع في معدلات التضخم، أن يصبح حديث السوق ما هو المستوى اللي راح تصل له. لا ننسى أنه أيضا الفيدرالي في مرحلة دفع السيولة وبالنسبة للسوق الأمريكي كان هناك حديث لأنه ليس لدى الفيدرالي مانع أن تصل معدلات التضخم إلى 4%. إذن اليوم ما بين 4% و2% نتكلم عن منتصف وهو 3%، إذن هو مستوى مقبول في الحقيقة، والمفروض كان الانتظار لرؤية إلى أي مدى هذا المنحدر الآن بالنسبة لمعدلات التضخم سيستمر. ولذلك في حسي وفي متابعتي لمعظم المؤشرات أنه راح نواجه خلال أسابيع والأشهر القادمة حديث، قد يبدأ الحديث عن خفض أسعار الفائدة، وهذا أيضا راح يكون إيجابي بالنسبة للأسواق وبالنسبة للنمو الاقتصادي. لكن هذه الخطوة هي الأخيرة، وما نرى خلال الشهر الشهرين القادمين بالنسبة للمؤشرات ستحدد أيضا خطاب السوق وتوقعات السوق خلال المرحلة القادمة. ومثل ما قلت أتوقع هذه آخر رفعة بالنسبة لأسعار الفائدة، ومن ثم يبدأ الحديث عن خفض خلال الأشهر القادمة شهرين ثلاثة، نبدأ نسمع عن الحديث عن خفض أسعار الفائدة. وكان الحقيقة الأفضل أنه فترة الهدوء خاصة ما بين بداية آخر الرفعات بالنسبة للفيدرالي أن تستمر، يعطى الاقتصاد الأمريكي فترة أطول لرؤية إلى أي مدى هذا الانحدار سيستمر. ولذلك هذه آخر رفعة بالنسبة للفيدرالي، هذا هو المتوقع. سيد أنور القاسم، جزء من فاتورة رفع أسعار الفائدة تدفعها الشعوب بشكل عام عبر تلك السياسات التي تتخذها المؤسسات المالية، الحكومات، عبر التأثر الذي يحصل في أسعار صرف العملات، وبالتالي التأثير على حاجيات الناس وطرق عيشها. اليوم في أوروبا إلى أي مدى قادرة الشعوب على تحمل تلك الفترات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة في العديد من القطاعات، سواء في الرواتب والأجور، في معدلات التضخم التي أثرت على مدخراتهم، سواء في ارتفاع فواتير الاستهلاك في كل القطاعات ومنها وعلى رأسها طبعا قطاع الطاقة، وارتفاع بالتالي أسعار الكهرباء وغيره من القطاعات، قادرة على التحكم أو على التحمل فعليا تحمل هذه التداعيات؟ يعني نعم، القصة هنا في أوروبا تختلف تماما عما يحدث في الولايات المتحدة. نعم، هذا سؤال وجيه جدا. أوروبا تعاني بشكل كبير، أكثر اقتصادات العالم تأثرا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا سلاسل الغذاء كانت بأوروبا. طبعا أوروبا بشكل عام أو منطقة اليورو استطاعت نتيجة رفع الفائدة، لكن بشكل متأني، ليست كما فعلت الولايات المتحدة أو كما حصل هنا في المملكة المتحدة. أوروبا يعني تتبع سياسة منفصلة إلى حد ما أو تتماشى مع الظروف الاقتصادية الأوروبية. طبعا أوروبا فقدت الكثير من ناتجها القومي نتيجة سلسلة من الأزمات الاقتصادية، فقر مجموعة من الدول على رأسها اليونان، تراجع الاقتصاد الإسباني والبرتغالي. طبعا هذا أثر إضافة إلى جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير. نعم، أوروبا الآن تدفع ثمنا كباقي شعوب العالم نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد، كل المواد بدون استثناء. لكن السياسة الاقتصادية، سياسة التسيير الكمي، دعم الاقتصاد، تدخل البنك المركزي الأوروبي أكثر من مرة، كل ذلك حقيقة أعطى نتائج طيبة. لاحظ نسبة النمو في أوروبا جيدة الآن، نسبة التضخم إذا ما قورنت مثلا بباقي الدول الصناعية السبع الكبرى هي نسبة معقولة جدا. من المتوقع حقيقة إلى حد كبير أن يستمر البنك المركزي الأوروبي أيضا في خفض في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم. المهم ألا يدخل
تدخل أوروبا منطقة الركود أو الانكماش كما كان متوقعا. الآن الولايات المتحدة تستطيع أن تتنفس الصعداء بأنها لن تدخل مرحلة الركود، خرجت من مرحلة الركود. أوروبا لازالت مهددة بشكل أكبر، لكن الوضع الاجتماعي حقيقة ووضع المواطنين والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الأوروبيون هي غير مسبوقة. أيضا نسبة، لاحظ مثلا إذا أخذنا مثلا حتى في بريطانيا هنا، نسبة الإضرابات التي تشل كل القطاعات بدون استثناءات والمطالبة بزيادة الرواتب لم تحدث في تاريخ البلاد. طبعا أيضا مستوى المعيشة تآكل بشكل كبير جدا في المملكة المتحدة. في أوروبا لا زال الوضع حقيقة إلى حد ما أفضل قليلا، لكن أوروبا بحاجة لزيادة أو استقطاب الاستثمارات بشكل أكبر. أيضا بحاجة دائما للانتباه إلى سعر اليورو كي تستطيع أن تنافس في الأسواق الاقتصادية. هناك الآن حقيقة كل العيون الآن تتجه إلى أوروبا، هل سترفع الفائدة؟ ما هي نسبة الرفع؟ هل ستكون ربع نقطة أو 25 نقطة أساس كما فعلت الولايات المتحدة؟ لكن أوروبا تتجه باتجاه صحيح، هي رفعت الرواتب مؤخرا، يعني الاتحاد الأوروبي بالتحديد أو منطقة اليورو رفعت الرواتب بشكل معقول، لكنه ليس كافيا. نسبة الفاقد في الرواتب مثلا هنا في بريطانيا 35%، بينما لم يصل إلا 7%، من 5 إلى 7% فقط. نعم، سيد أنور القاسم الخبير الاقتصادي من لندن، نشكرك جزيل الشكر، والشكر موصول للدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي. جديد مشاهدي الكرام، اللحظة إلى البورصة القطرية وآخر الأخبار المتعلقة بنتائج الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي. من إدارة بورصة قطر على تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، فقد لتحقيق طبعا مصالح المستثمرين عامة، خاطبت إدارة بورصة قطر شركة قطر وعمان للاستثمار بشأن زيادة الطلب على سهم الشركة. أفادت الشركة عن عدم وجود أي معلومات أو قرارات لم يتم الإفصاح عنها. ارتفعت أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 19% سنويا، وظهر تأثيره على النتائج النصفية. سجلت الشركة أرباحا في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 من يونيو حزيران السابق بقيمة 59 مليون، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام 22 البالغة 49,700,000 ريال. وبشأن نتائج النصف الأول من العام الحالي، فقد حققت التحويلية أرباحا ب 107 ملايين ريال مقارنة ب 90 مليون ريال سجلت لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت ربحية السهم 23 درهما في النصف الأول من العام الحالي مقابل ربحية السهم 19 درهما لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ارتفعت أرباح شركة فودافون قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 16% على أساس سنوي، وبلغت أرباح الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 من يونيو حزيران السابق 126,450,000 ريال مقارنة ب 108,960,000 ريال أرباح نفس الفترة من العام 22.
وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي سجلت فودافون ربحاً بقيمة 259 مليون و 840 ألف ريال مقابل 216 مليون و 340 ألف ريال ربح الستة أشهر الأولى من العام السابق بنسبة نمو بلغت 20%. واختتم سهم فودافون تعاملات الأمس مرتفعاً ب 1.10% عند أعلى سعر منذ أبريل نيسان من العام 2017. تراجعت أرباح بنك الدوحة إلى 392 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 665 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 22. ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى مليار و353 مليون و100 ألف ريال مقابل مليار و537 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 22، بالإضافة إلى تراجع صافي عكس انخفاض في قيمة استثمارات أوراق مالية إلى 6 ملايين و700 ألف ريال مقابل 26 مليون و300 ألف ريال. كما يعود أيضا هذا التراجع إلى ارتفاع خسائر صافي انخفاض في قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء بنسبة 8% لتصل إلى 471 مليون و700 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 436 مليون و400 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت أرباح شركة بروة العقارية التي تعد أحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الدولة إلى 552 مليون و900 ألف ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 536 مليون و900 ألف ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من العام 22. أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 12% للنصف الأول من العام الحالي لتبلغ 187 مليون و590 ألف ريال مقابل 167 مليون و600 ألف ريال للفترة نفسها من العام 22. وبلغت ربحية السهم 53 درهما خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا من 47 درهما للفترة نفسها من العام 22. تفاصيل أوفى عن النتائج المالية نشرك معنا السيد علاء الشيخلي المحلل المالي من البورصة القطرية، وأيضا ينضم إلينا السيد وليد الفقهاء المحلل المالي. مرحبا بكم ضيوفنا. أبدأ معك سيد وليد، تعليقك بداية على التراجع الحاصل في أرباح بنك الدوحة. صباح الخير أستاذ مروان، وصباح الخير أستاذ المشاهدين. يعني حقيقة تراجع أرباح أو صافي أرباح بنك الدوحة يعني كانت على عكس التقديرات والتوقعات في الأوساط ومتوسط التقديرات. كان ذلك يعني نتيجة لضغط من انخفاض في صافي الإيرادات التشغيلية أو انخفاض الفوائد، وكذلك بضغط من ارتفاع تكاليف أو مصاريف الفوائد، فهذا ضغط على إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك. لكن كذلك يعني كنا نتوقع أنه في ضغط من المخصصات، كذلك يعني جاء في ضغط من المخصصات انخفاض قيمة موجودات التمويل في البنك، بالتالي انعكس في النهاية على صافي أرباح البنك اللي تراجعت في النصف الأول تقريبا عند 41%. هاي النتائج جميعها يعني اليوم يعني جاءت على يعني عكس البنوك التجارية. يعني حقيقة البنوك التجارية أو التقليدية في البورصة القطرية جميعها يعني تعرضت إلى ضغط بسبب المخصصات وانخفاض قيمة الاستثمارات وبعض الضغوط الأخرى، ولكن في المجمل كانت صافي الإيرادات أو صافي الأرباح حققت فيها نمو. فيعني البنك الدوحة اليوم يواجه بعض التحديات نتيجة ارتفاع بيئة أسعار فوائد. شهدنا على البنك اليوم انخفاض في ودائع البنك وانخفاض في إجمالي القروض. اليوم نسبة القروض إلى القروض المتعثرة اليوم تتراوح بين 6.7% وارتفعت عن النصف الماضي. كذلك اليوم نسبة التغطية لقروض المرحلة الثانية تعتبر أعلى نسبة ما بين البنوك. نسبة بنك الدوحة تتراوح بين 33%. فبالتالي اليوم نتحدث عن إجمالي
مخصصات يتراوح بين 4 مليار ريال قطري. هذا كله يعني ضغط على نتائج أعمال البنك، خفف من يعني ضغط على هامشية ربحية البنك وهامش صافي الفوائد، يعني ضغط عليه انخفض تقريبا ب 17 نقطة أساس عند مستويات 2.4 تقريبا. فبالتالي كل هذا العوامل يعني حتى اللحظة البنك يعني بدأ يعني يتعرض إلى ضغط من خلال ارتفاع أسعار الفوائد نتيجة لدفع تكاليف أكثر للودائع للعملاء، وبالتالي وكذلك انخفاض الودائع والقروض. فهذا كله انعكس بشكل كبير على أداء البنك. من ناحية التفاعل السهمي اليوم مع النتائج، يعني شهدنا اليوم البنك في الافتتاح تقريبا يعني شهد تراجع 2% تقريبا، ولكن في المجمل يعني السهم يتداول عند مستوياته العادلة تقريبا بالقرب من يعني مستوياته العادلة والتقييمية. سيد علاء، قبل استكمال النتائج المالية نتابع معك هذا التطور اللافت في أداء المؤشر العام، 9 جلسات متتالية 10811 نقطة في هذه اللحظات. تأخر كثيرا على أن يتجاوب المؤشر العام خلال الأشهر الماضية، خلال 3 شهور ماضية بقي مستقرا عند 10000، هبط وكسر مستويات 10000 عند 9900 نقطة أيضا قبل شهر، واليوم نتابع 9 جلسات متأثر بشكل جيد اليوم مع النتائج المالية، ولم تؤثر فيه حتى قرارات رفع الفائدة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك أخي مروان، صباح المشاهدين الكرام. طبعا يمكن مثل ما قاعد نتابع حاليا يعني المؤشر العام تجاوز مستويات 10800، يعني هذا المستوى اللي أعتقد أنه جدا مهم، وأشرنا له أكثر من مرة أن تجاوز هذه النقطة راح يفسح المجال بشكل كبير إلى التحرك إلى الأعلى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. طبعا تفاؤل السوق خلال الفترة الحالية، أنا أعتقد أنه نتائج البنوك بالتحديد أعطت دفعة جيدة للمؤشر العام. شفنا يمكن خلال جلسة الأمس المصرف ارتفاع بنسبة كبيرة، أعطى دفعة جيدة للمؤشر العام، ارتفاع أيضا لصناعات تفاعلا مع ارتفاع أسعار الطاقة، تحول جزء كبير من السيولة من الأسهم اللي نقدر نقول عنها الأسهم المضاربية إلى الأسهم القيادية، أعطى دفعة كبيرة للمؤشر العام للتحرك بشكل إيجابي. أعتقد أن خلال الفترة القصيرة الماضية كانت الحركة أغلبها في الأسهم المضاربية، كنا نشوف أسهم تطلع بنسب بالحد الأعلى لأكثر من جلسة، أسهم يمكن حققت ارتفاعات تزيد عن 100%، وكان في ابتعاد بعض الشيء عن الأسهم القيادية أو ذات الوزن الكبير في المؤشر العام انتظارا للنتائج المالية. أعتقد أن النتائج المالية للقطاع البنكي يعني أوجدت نوع من الارتياح بالتحديد لنتائج الوطني والمصرف باعتبارهم البنوك القيادية في القطاع البنكي، واللي أعطوا أعتقد أنه أثر جيد على المؤشر العام. العامل الثاني كذلك اللي هو التفاعل، أعتقد أسعار الطاقة وعودتها مرة أخرى فوق مستويات الثمانين، يعني القرارات اللي اتخذتها أوبك، يمكن البيانات اللي تتعلق بمخزونات الطاقة، هذه أعطت زخم جيد أيضا للأسهم اللي في مجال المجال الصناعي، وشفنا خلال يومين الماضيين أيضا تحركات جيدة للأسهم الصناعية بالتحديد لصناعات. طبعا أعتقد العامل الثالث هو الانخفاض يمكن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات الثلاثة، واللي على أثره يمكن انخفضت توقعاتنا لعمليات رفع أسعار الفائدة. يعني هناك اعتقاد كبير أنه إحنا يعني قد نكون وصلنا إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة، يعني إحنا اليوم وصلنا إلى مستويات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عند مستويات 5.25 إلى 5.5. هناك الكثير من يعتقد أنه لن يكون هنالك حتى رفعة أخيرة، وقد نكون وصلنا إلى الذروة على اعتبار أن هي الذروة يمكن في 20 عام. فيمكن هذه العوامل المجتمعة إضافة إلى وصول الكثير من الأسهم إلى مستويات حتى أقل يمكن من قيمها الدفترية، وهم أشرنا لأكثر من مرة إنه وصول الأسهم إلى قيم قريبة من قيمها الدفترية أو تحت قيمها الدفترية، أعتقد يزيد مستويات التداول عليها، الكثير ينظر لها على أن هي فرصة جيدة. كذلك يمكن ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لتوزيعاتها للعام الماضي أيضا شكل عامل
مغري. الآن من المهم جدا استقرار المؤشر العام فوق مستويات 10800. استقرارنا فوق أعتقد أنه راح يعطي زخم أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى. طيب سيد وليد، أيضا تعليقك على النمو اللافت أيضا في أرباح المتحدة للتنمية. حقيقة يعني شركة المتحدة للتنمية اللي يعني هي تدير نشاط كبير وجزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان، يعني هاي النشاط يعني جاء الارتفاع في هذا الأرباح جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية وتنوع الإيرادات الأخرى للشركة. اليوم حقيقة الشركة استفادت بشكل كبير كما ذكرنا يعني وفي أكثر من مناسبة إنه الشركة استفادت من إرث المونديال. اليوم نسبة الإشغال في الشركة لديها نسبة عالية جدا، اليوم الشركة يوجد لديها سيطرة على يعني سياسة القروض، لديها كذلك يعني إدارة جيدة للقروض لديها ولسبب تكاليف التمويل. كذلك الشركة اليوم تسعى إلى تحقيق نمو مستدام للمساهمين من خلال تنويع مصادر الدخل. يعني من المتوقع أنه تقوم الشركة بافتتاح مدرسة خلال العام الحالي ومستشفى كذلك، وكذلك في الربع الأول أو النصف الأول من عام 2024 افتتاح رسمي لجزيرة جوان. فبالتالي كل هذه العوامل اليوم ساهمت بشكل كبير، يعني بالإضافة لارتفاع الإيرادات الإيجارية للشقق والمحلات التجارية في جزيرة اللؤلؤة، كل هذا ساهم بشكل كبير في دعم إيراداتها التشغيلية ودعم إيراداتها الأخرى كذلك اليوم في الشركة. بتصوري يعني اليوم الشركة تتعامل يعني بشكل جيد مع القطاع العقاري من ناحية العرض والطلب ومن ناحية يعني نسب الإشغال للشقق، فبالتالي انعكس بشكل كبير على إيراداتها اللي شفناها ارتفعت تقريبا 18% على المستوى النصف السنوي. نعم. السيد علاء، تعليق ايضا على النمو في نتائج شركة بروة العقارية. نعم، يمكن نمو جيد اعتقد في 3% في الارباح، يعني على الرغم من انه شهدنا يمكن تراجع في الايرادات بنسبه تقريبا 5%، الا ان انخفاض المصاريف التشغيليه بنسبه 40% حافظ على هامش الربح التشغيلي للشركه اللي شفنا فيها نمو في الايرادات التشغيليه. يمكن شفنا نمو ايضا في الايرادات الاستشاريه أو إيراد الاستشارات بواقع 30%. شفنا أيضا أرباح من يمكن استبعاد شركات زميلة بقيمة 57 مليون. طبعا هذا على الرغم من بعض الضغوط اللي جاءت على الشركة من ارتفاع تكلفة التمويل يمكن بأكثر من 100%. يمكن شفنا تكاليف التمويل وصلت إلى مستويات 389 مليون مقابل 191 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، ارتفاع بما يقارب يمكن ال 70 مليون. طبعا يمكن الشركه خلال الفتره الماضيه اعلنت عن يمكن بيع قطعتي ارض في منطقه لوسيل بقيمه 6.3 مليار لتغطيه التزامات تمويليه يمكن او لسد جزء من التزاماتها التمويليه. طبعا على الشركه يمكن ما يقارب ال 15 16 مليار تمويلات اسلاميه. اعتقد انه بيع قطعه الارض هذه او قطع الارض الاراضي هذه وتوجيهها الى سد جزء من هذه المديونيه راح يخفض بشكل كبير التكاليف التمويل على الشركه خلال الفتره المقبله. اعتقد ان الاداء التشغيلي كان جيد، يعني كان اقرب الى 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 الاستقرار في ظل الاساسيات الاقتصاد أساسيات القطاع العقاري، وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة اللي كان ممكن من المتوقع أن يكون في أثر كبير جدا على الشركات. لكن حتى اللحظة يمكن شفنا في ارتفاع في تكاليف الفائدة، حتى بالنسبة للمتحدة كان في ارتفاع يمكن في تكاليف الفائدة إلى 170 مليون يمكن مقارنة ب 61 مليون، لكن ما أثرت بشكل كبير على ربحية الشركتين. يمكن سيد وليد باختصار لو سمحت تعليق على النمو أيضا في نتائج فودافون قطر.
حقيقة النتائج فودافون خلال يعني قطاع الاتصالات يعني منذ منتصف عام 2022 وهو في نمو نتيجة لارتفاع بشكل كبير لأعداد الزوار لدولة قطر، بالإضافة إلى يعني تطور نموذج الأعمال لدى شركات الاتصال وخصوصا شركة فودافون اللي يعني شهدت نتائجها يعني ارتفاع في قاعدة عملائها بنسبة تقريبا 4%. شهدنا ارتفاع في الإيرادات التشغيلية لل الشركة. اليوم الشركة يعني قامت ب يعني تطوير أعمالها بشكل كبير من خلال يعني ارتفاع إيرادات البرودباند والاشتراكات الشهرية، فهذا كله انعكس بشكل كبير على إيراداتها يعني، وجاءت نتائجها حقيقة يعني وفق التقديرات أو أعلى من متوسط التقديرات حتى يعني بتصوري، فكل هذا يعني انعكس بشكل كبير على إيراداتها. شكرا لك وليد الفقهاء محلل الأسواق المالية، والشكر أيضا للسيد علاء الشيخلي من البورصة القطرية المحلل المالي. مشاهدي الكرام، المزيد من الملفات الاقتصادية نتابعها مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. في موضوعنا الأخير لجلسة الأعمال، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق كثيرة من العالم من موجات حر قاسية هذا الصيف، فإن حكومات العالم تعاني أو ستعاني من خسائر هائلة جراء التغييرات المناخية. قطاعات عديدة معرضة لمخاطر كبرى، منها القطاع الزراعي والتأثير على إنتاجية المحاصيل، وأيضا تأثيرات على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، وبالتالي أزمات في توفير الكهرباء كما حصل في مصر واليونان ومالطا، فضلا عن قطاع الإنشاءات وتوقف العمل فيه نتيجة عدم تحمل العاملين للحرارة الشديدة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان السيد موريس متى الإعلامي متخصص في الشؤون الاقتصادية. صباح الخير سيد موريس. في البداية، أي تأثير اقتصادي يمكن رصده نتيجة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة حول العالم؟ شكرا سيدتي على هذه الاستضافة وصباح الخير. بداية، محزنة هي الصور التي تصلنا من حول العالم للحرائق الكثيرة التي اندلعت في العديد من الدول نتيجة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. أعود هنا إلى دراسة كانت صدرت على الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة وتحدثت عن خسائر اقتصادية قد تصل إلى 2000 مليار دولار بحلول عام 2030. طبعا نتحدث هنا عن خسائر بالإنتاجية، خسائر في المحاصيل، في القطاعات الاقتصادية وغيرها. وبالتالي اليوم خسائر طائلة تطال كل القطاعات إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم، نتحدث عن القطاع الزراعي وهو على رأس هذه القطاعات تتضرر، أيضا أكلاف كبيرة على شركات التأمين، نتحدث عن قطاع البناء والإنشاءات، ونعلم جيدا أن إنتاجية العمال تتراجع مع ارتفاع الحرارة. دراسة أيضا كانت صدرت حول الاقتصاد الأمريكي وهو الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم، خسائر قد تصل إلى 100 مليار دولار نتيجة احتباس حراري وتراجع انتاجية العمال نتيجة تراجع أدائهم خلال ارتفاع أو خلال فترات ارتفاع الحرارة. وهنا هي دراسة وتقرير كان صدر عن وكالة موديز وخصص للوضع في الولايات المتحدة وتبعات الارتفاع والحرارة. في كل الأحوال نتحدث هنا عن إجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتراجع بنسبة تقارب بين 17 و18% تقريبا بحلول عام 2100. هي أرقام كارثية، أرقام خطيرة جدا، تبعات كارثية للارتفاع والاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة على القطاعات والاقتصادات حول العالم. الأرقام كثيرة، الدراسات كثيرة حول هذا الموضوع. نعم. وبالتالي
ننتظر الأكلاف أن تكون أكثر بكثير. للأسف وسرعة الاستجابة تبقى أقل من سرعة تبعات هذا الاحتباس الحراري وتبعاته على الاقتصادات والقطاعات حول العالم. اليوم ملف الكهرباء واحد من الملفات المهمة التي تأثرت بشكل كبير أيضا نتيجة ارتفاع فاتورة الاستهلاك والطلب على تشغيل أجهزة التكييف كالذي حصل في مصر واليونان ومالطا. هل برأيك شكل ارتفاع درجات الحرارة مفاجأة لصناع القرار وحساباتهم بشأن استهلاك الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه محطات توليد الكهرباء؟ سنفصل هنا السؤال إلى جزئين، جزء يتعلق بالطلب على الكهرباء اليوم وجزء يتعلق بالطلب على الغاز. في كل الأحوال يعاني وتعاني قطاعات كثيرة من الصناعات وغيرها من تبعات ارتفاع الحرارة، وبالتالي نتحدث هنا عن أكلاف إضافية تتعلق بالتكييف وغيرها. تعرضت الكثير من البلدان لانقطاعات كبيرة للكهرباء نتيجة عدم تحمل المحطات للطلب المرتفع على الطاقة في ساعات الذروة، ذروة الطلب على الطاقة والكهرباء لتأمين التكييف للمصانع والمعامل وغيرها. نتحدث هنا عن الصين مثلا، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نتحدث عن دول مثل ألمانيا، مثل البرتغال، مثل اليونان ودول عربية أخرى. في كل الأحوال نلاحظ نحن كنا خرجنا في السنوات القليلة أو الأشهر القليلة الماضية من تبعات جائحة كورونا، وبالتالي كنا خرجت بعض الاقتصادات من حالة الركود الذي شهدته نتيجة تبعات فيروس كورونا، وكان الطلب على الطاقة هنا قد تراجع خلال هذه الفترة. ولكن في الوقت الحالي نعود ونشهد ارتفاع على الطلب على الغاز في عدة دول في العالم، وحتى في بعض الاقتصادات استبدلت الغاز وعدنا إلى الفحم، وبالتالي مثل ألمانيا مثلا وبعض الدول الأوروبية التي عانت من تبعات أيضا الحرب الروسية وانقطاع الغاز الروسي عن القارة الأوروبية. وبالتالي هنا تبعات انقطاع الغاز الروسي، ارتفاع الطلب على الطاقة والكهرباء للتكييف ولتأمين ربما هذه الأرضية الحسنة لعمل العمال في المصانع والمعامل. وبالتالي نعم نلاحظ مشكلة كبيرة على صعيد الكهرباء، والتحدي الأكبر بالنسبة للحكومات هو كيفية تلبية هذا الطلب بالمقارنة مع نقص الإمدادات التي تشهدها العديد من الاقتصادات. طيب هل تعتقد اليوم أنه في المستقبل لابد من إدراج أي مخاطر تتعلق بارتفاع درجات الحرارة لدى الحكومات باعتبار أنه التغير المناخي أصبح واقعاً نعيشه؟ بالتأكيد التغير المناخي هو حالة طارئة عالمياً تتجاوز الحدود الوطنية، وبالتالي هي قضية تتطلب حلول ليس على القطعة وإنما تتطلب نوع من التضامن بين الدول. ومن هنا كان أتى اتفاق باريس الذي وقع في 12 كانون الأول 2015 وكان منطلق أساسي لمحاربة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وكان تعهد من الدول، نتحدث عن 193 دولة بإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول الاتحاد الأوروبي. اتفاق باريس كان ملزما لمن وقع هذا الاتفاق للسيطرة على انبعاثات الغازات ولمحاربة نوعا ما الاحتباس الحراري، وضع حد لهذه الانبعاثات والحد من ارتفاع حرارة ودرجة الأرض. وبالتالي كل الحكومات التي وقعت هذا الاتفاق وعادت أيضا ودخلت في مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق، ونتحدث هنا عن المؤتمرات التي أتت من بعدها في بولندا في كوب 24 ومن ثم كوب 26 في اسكتلندا تحديدا في جلاكسو، الحكومات ملزمة على التعامل والتعاضد فيما بينها لتحقيق أهداف هذا النوع من الاتفاقات للحد من تبعات التغير الاحتباس الحراري وتغير المناخ. أؤكد هنا للأسف أن في العديد من الحكومات حاليا والدول حول العالم التي لم تلتزم ورفضت حتى الساعة التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات وهذا الاتفاق الأممي المهم جدا، وبالتالي ما زالت تعتبر من المسببات الأساسية للاحتباس الحراري ولم تلتزم فيما التزم به من وقع هذا الاتفاق ناحية الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين وفي المدى المنظور بدرجة ونصف درجة مئوية. وبالتالي أعود لأختصر الجواب على هذا السؤال، نعم التعامل يجب أن يكون بالتنسيق بين الحكومات، ويجب كل خطة تضعها الحكومة إن كانت ما تعلق بموازناتها أو رؤيتها الاقتصادية أو خططها للمرأة للسنوات المقبلة والرؤية التي تضعها هذه الحكومات بالأخذ بعين الاعتبار الاحتباس الحراري، وعلى أنه ليس فقط من العوامل الطبيعية وإنما عوامل ونتيجة عمل الإنسان، عمل المواطن هو وكيفية عيشه، وبالتالي عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه التغيرات وكيفية التعامل معها. طيب هل من مخاطر على قطاع الزراعة وإنتاج المحاصيل نتيجة تأثر عدد من الدول الزراعية بارتفاع
درجة الحرارة؟ بالتأكيد سيدتي، عندما نتحدث عن احتباس حراري، ارتفاع درجات حرارة الأرض، نتحدث عن حرائق، نتحدث عن تلف للمحاصيل، عن خسائر إن كان لأصحاب هذه الأراضي الزراعية والمزارعين، ولكن أيضا نتحدث عن ارتفاع لأسعار الغذاء، عن تضخم بالأسعار، نتحدث عن أكلفة تتحملها شركات التأمين أيضا هنا. بالتأكيد بالتأكيد وفقا لبيانات شركات التأمين، منها مثلا تقرير كان صادر عن شركة تأمين سويسري، بلغت خسائر الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالحرارة لشركات التأمين، نتحدث هنا عن المحاصيل، الجفاف وأيضا أضرار الحرائق، نتحدث عن أكثر أو ما يقارب من 47 مليار دولار في الأعوام الخمسة التي سبقت العام 2022، فماذا عن العام 2023 والحرائق التي نشهدها أيضا اليوم؟ وبالتالي أرقام خطيرة كارثية، وبالتأكيد من المتوقع أن يكون قطاع الزراعة هو الأكثر تضررا على مستوى العالم. حاليا يعمل في قطاع الزراعة ما يقارب 1 مليار شخص حول العالم، من المتوقع، وهنا كانت دراسة لمنظمة العمل الدولية، أن يفقد تفقد 60% تقريبا من ساعات العمل العالمية بسبب الاحتباس الحراري وتراجع أداء العمال. وبالتالي هنا الكارثة. وتقرير منظمة العمل الدولية كان أشار إلى التأثير الكبير والخطير للاحتباس الحراري على هذه الإنتاجية، تحديدا وصف بعض الدول وحدد بعض الدول، نتحدث عن جنوب آسيا، نتحدث عن غرب أفريقيا، تراجع للإنتاجية، معظم ساعات العمل ستتراجع، نتحدث عن نسبة تصل إلى 5% من ساعات العمل بحلول عام 2030، هي أرقام كبيرة جدا. وبالتالي نعم، القطاع الزراعي هو على رأس القطاعات التي ستدفع وتدفع ثمن الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض، ولكن أيضا يجب أن نتحدث هنا عن القطاع السياحي وتراجع هذه الحركة، وما نشهده حاليا هو خير دليل على ما يحدث في اليونان وغيرها من الدول. أيضا القطاع البناء والتشييد والصناعات التي تتطلب جهد من العمال أن يعملوا في درجات حرارة مرتفعة وخارج المصانع والمعامل وفي أماكن غير مكيفة، بالإضافة أيضا إلى غيرها من القطاعات، تحديدا أيضا خدمات وغيرها. نعم، السيد موريس متى، الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا مباشرة من لبنان، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة جلسة الأعمال لهذا اليوم ولهذا الأسبوع. حلقات جديدة من جلسة الأعمال تتابعونها في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كل الشكر على حسن المتابعة، وإلى الملتقى.